لا شاريع لا كهرب بجبله مي ماكو ابدا مو برايم وهذا انا هالخاليه بتك بس ما عندي تروح الطبيب احنا ما نحار يابا ما حد يدعي بينا ولا حد فطانينا ولا كعنا خلقاني ولا عبالك احنا عراقيين الفضائي صلاح الدين مرسال دزيت واشتيلهم حال العدايم يا حالي مية جليب وقفرة دهن زيت وبس الله غفار يعلم بحالي تشتي جنوبي من الحبل زاد مليت ولا الحطب شقق جدايد ذيالي وبشي بعبرة وبالعبرة تهجيت تعباني حبيبي وما عندي غير الله وهو الشباش وهاي اسمها قفاك الثلاجة ما عندي غير رحمة الله ماكو احسن من الرحمة اي والله عند رحمة الله الله كريم أعزائي المشاهدين تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثل ما وعدناكم برنامج بين الناس أنه يخرج إن شاء الله بالأيام المقبلة لأكثر من منطقة من مناطقنا في محافظة صلاح الدين وأيضا في محافظاتنا العزيزة. الحقيقة كثير من مناطقنا في محافظة صلاح الدين لو استغلت سياحيا هي من المناطق الجميلة. اليوم إحنا الحقيقة أنا وزميلي محمد خطاب وزملائي سيف وأخويا محمود في منطقة الزوية والمسحق راح نشوف لقطات من هذه المنطقة الحقيقة الجميلة بناسها وعشائرها الطيبة. راح نشوف هذه المنطقة ايش تحتاج من عندنا، شو تريد توصل من خلال هذه الشاشة، شاشة فضائية صلاح الدين الذهبية. منطقة الزوية أعزائي المشاهدين من المناطق الجميلة واللي يمر منها نهر دجلة أكيد تحتاج إلى بعض الأمور بعض الخدمات. راح نشوف من يسكن من العشائر العربية الأصيلة في هذه المنطقة وماذا تحتاج من برنامج بين الناس. خلوا نروح وياكم إلى منطقة الزوية. أعزائي المشاهدين تحية طيبة مرة أخرى. الحقيقة إحنا نوقف الآن بسنتر الزوية
في يعني منتصف منطقة الزوية. هذه المنطقة الحقيقة الجميلة اللي هذه المنطقة يسكنها أكثر شيء عشائر الجبور وأيضا الحوري. طبعا مثل ما أسلفنا بالمقدمة أنه هذه المنطقة يعني تحتاج إلى الكثير من الأمور الخدمية. نتمنى إن شاء الله أنه تكون هذه من أجمل مناطقنا والراعي هذه المكانات. يعني نشوف هنا، خلينا نشوف الأسواق. السلام عليكم ميزر. سلام، شلونك؟ بخير عزيز، الله يحفظك. ميزر، حقيقة يعني اليوم احنا بالزوية ونشوف الزوية من المناطق الجميلة، شلون تحكي لي على منطقتكم ويعني الأمور اللي تريدوها من فضايا الصلاة؟ والله اولا اهلا وسهلا بكم، حياكم الله من ممشاكم وملفاكم. الزوية مثل ما تعرف انت اكيد وشفتوا اكيد بطريقكم جمالها وطبيعتها ووضعيتها، منطقة جدا جميلة. مثل ما حكيت انه اغلبها اهل المنطقة من الجبور عشيرة الحوري. بالنسبة لمتطلباتنا ناشدنا وحكينا بها اكثر من مرة، نحتاج الى مستوصف صحي، يعني يكون عندنا على الاقل ردها ردهتين، لانه شغلة حالة الولادة، شغلات الطارئة بالليل، اذا نطلع للشرقاط الطريق مسيطرين عليه الدواعش بالليل تقريبا، يعني مسيطرين عليه او يذبون بعبوات، وصارت عندنا حالات وفاة اكثر من مرة او استشهدوا اكثر من شخص بسبب هذا الشيء. كذلك بيجي ما نقدر نوصلها، فنحتاج اهم شغلة هي شغلة المستوصف الصحي انه يجيبونا فد ممرضة. طيب يعني هسه احنا ماكو مركز؟ يعني ماكو مركز؟ اكو مركز صحي بس بال 12 يعزل، بالاضافة الى شغلة الدواء هو ايش عنده، عنده براسيتول لو ما عنده تلقي، والباقي كله خارجي. هسه هم راضين بهذه، بس نريد الشغلات الطارئة مثل حالة الولادة وغيرها بالليل ما نقدر نطلع، يعني اللي يطلع ينكتل ما يقدر. زين، الامور البقية بالخدمات البقية؟ والله اغلب يعني بالنسبه للكهرباء او المي، التمويل كله ذاتي من اهل المنطقه، يعني احنا اهل المنطقه مسوين جبايه لهم ونضيف من عندها، احنا يعني مولين نفسنا بالمشروع المي وبالكهرباء. زين، هاي المنطقه الحلوه يعني بهيك ايام ربيعيه يجوها مثلا سفرات من باقي المحافظات؟ والله الناس قبل كانت تيجي اكثر من هسه، لانه قبل الاحداث كانت الاوضاع كانت جيده، هسه من صارت هاي الاحداث بعد داعش بقت الناس تتخوف، يجون اهل الشرقاط المسحق المناطق القريبه اللي يعرفون الوضعيه، اما الباقي كلهم متخوفين فزحمه، بينما كانت تجي من بغداد ومن غير مناطق. يعني اصدقاء من الشمال اجوا وقتها يمي تفاجئوا بالمناطق اللي موجوده هنا. فيعني مساله السياحه انت تعرف مهمه مو بس بمناطقنا، بكل المناطق. يعني ان شاء الله الموفقين لك ميزان، راح نشوف الجماعه البقيه. والله مو زين ومريض. اي والله، وفين فين حظي؟ اي والله، اي والله. شلونكم هنا بالزويه؟ والله زينين، بس شنو مريض. مريض؟ اي والله. انت متزوج؟ انا متزوج وعندي تسعة اطفال. نعم. اي والله. هنا بالزويه؟ بالزويه نفسها. السلام عليكم. شلون الحجاج؟ السلام عليكم. حياك الله. شلون العافيه؟ شلونكم؟ السلام عليكم. اهلا وسهلا. حياكم الله. هلا بالحجاج. هلا بالحجاج. شلونك عمي؟ شلون صحتك؟ السلام عليكم. السلام عليكم. شلونكم؟ ان شاء الله زين. احنا اليوم بالزويه ان شاء الله. الله يحييكم. الزويه جميله بناسها الطيبه بعشائرها، الله يسلمكم. احنا كل منطقه نجيها نزورها حقيقه من خلال برنامجنا، يعني اكو رساله يوصلوها الى السيد المحافظ، الى المعنيين، فماذا تكون رساله اهالي الزويه الى المحافظه والى الاداره المحليه؟ والله احنا ينقصنا الامان شويه صراحة، الأمان ولا الحمد لله خير شيء، ولا خدمات وكذا يعني عوزنا، يعني عندنا نقص خدمات، عندنا نقص يعني، ولا الحمد لله احنا يعني هالساعة. زين عم، هي شنو بالنسبة للأمان؟ اكو شيء دا يصير مثلا بعد المغرب؟ اكو 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 يصير، اكو يصير قريبين يعني، هم بعيدين ضربوا جماعة، يعني
بالطريق بالشارع العام للوادي ضربوهم. يعني امان حيل موشي، يعني لا بالليل ولا بتسمع العصر ضربوه. احنا نتمنى ان شاء الله من القيادات الامنيه، من السيد القائد، من قيادة العمليات، ان يعززون القوات الامنيه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. ايضا ميزر حكى قبل قليل قال احنا نحتاج ايضا الى تفعيل المستوصف الصحي الموجود ضروري بالمنطقة. يعني يقول لك الاداريات، يعني شويه عندنا نقص بالاداريات كلها، يعني عموما الاداريات، يعني الكهرباء، يعني كهرباء احنا يعني عاده يعني مناطق مثلا الزويه المسحق المناطق الاخرى تصير مناطق زراعيه. زين الكهرباء شلون وضعها مثلا؟ احنا خلاص زراعه ماكو، بالنهار ما تجي كهرباء خلاص الى الليل ابد ما تجي كهرباء. سالوها بس الله جاب رجعوها اول البارحه ولا على تاج يشيلونها هالشكل. احنا اللي ينقصنا الخط الناقل من شمال بيجي الى محطه مكحول، هذا سووهن التاورات على اساس ما كملن، يمكن يعودن 35 تاور ما كملوهن، 35 تاور ظلت عصت على الدولة يعني كلها. إن شاء الله هاي ليش دا أحكي وياكم حتى الرسالة ننقلها إلى الكهرباء إلى المعنيين إن شاء الله توصل. أنا هالساعة من الشرقاط، الشرقاط إن الفضلة يعني ما لنا شيء رسمي، يعني ما لنا شيء رسمي بالشرقاط، يعني يعني على مزاج، يعني على مزاجهم ينطونه، على الفضلة يزود عندهم شيء ينطون. شلون يصير هي هم منطقة كبيرة بيها فوق ال 500. احنا ادارياتنا بيجي، اي احنا ادارياتنا على البيجي، وهذا خطنا المغاول عافو من فوق الشيخ علي، المغاول عافو ممكن حول مثل ما قال الحجي 15 بال 20 تاور من هذه التاورات الصغيرات ما يصلنا المحطه، ولحد الان اليوم صار نسير من قبل 2014 الى حد الان ما وصلتنا. ان شاء الله الرساله توصل. اي حج حتى ادويه عندنا ادويه طبعا. الله يسلمك. ادويه بالمستوصف ماكو، ماكو ادويه بالمستوصف. يجيك تروح على الطبيب يقول لك اسمعنا دكتور رائد رئيس الصحه ايه روح هاك ورقه روح اشتري من الصيدليات، ما يصير نستلم من الصيدليات هالشكل. هذا عندنا يعني نقطه، عندنا مثل عندنا طبيبه مال نسائيه هم يعني خطيه هذه معتادينها. ماكو ما موجودة هنا. قرية كبيرة، احنا قريتنا كبيرة يعني تستحق فوق الناحية، ولكن هذه دارياتنا. احنا نريد نعرف الامور الهاي حتى نقدمها للمعنيين، وهسه ان شاء الله عرفناها. ايضا ناخذ السلام عليكم. شلون العافية؟ شلون سلمك يا مرحبتين. انا ايضا اريد اسالك هنا شلون المدارس الخدمات الاخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نشكر كادر قناة صلاح الدين على قدومه الى ناحية الزوية. فاهلا ومرحبا منكم، حياكم الله. المعاناة اللي تعاني منها ناحية الزوية اعلنت وصوت مجلس النواب قبل سنتين باعتبار ناحية الزوية ناحية منكوبة، على امل ان نحظى بخدمات من الحكومة المحلية ومن الحكومة المركزية، لكن لم نلمس اي شيء من قبل الحكومتين المحلية والاتحادية. لو تأتي إلى المدارس عندنا 14 مدرسة ابتدائية وثانوية زوية بالزوية، ونستعين ب 78 محاضر ومحاضرة. وأعلنت أعلن النفير العام، أنا كمشرف تربوي استعانيت بإعدادية التمريض حتى يحاضرون، استعانينا بموظفين بالأسمدة جاهدين حتى يحاضرون، استعانينا بخريجين الإعدادية راسبين بالسادس الإعدادي حتى نسد الشواغر. ومرت هذا السنة الثالثة ولن نلمس أي بادرة أمل بدعم للمؤسسة التعليمية. أما إذا رحنا للصحة، لو تراجع على المركز الصحي، طب للمركز الصحي حضر لك ورقة خارجية روح اشتري العلاج من الخارج. العلاج الموجود داخل المركز الصحي البراسيتولا يعني معدوم الخدمات الصحية. تجي على الكهرباء، الكهرباء تأتي الساعة السابعة ليلا وتأتي الساعة السادسة صباحا، يعني ما يقارب 14 ساعة احنا ما نشوف الكهرباء الوطنية. نتصل بالمسؤولين بيجي مسؤولين بالمحافظة، مرات يطفون نقول لهم احنا خط تماس مع العدو الداعش، العدو الداعش متواجد في جبل مكحول، متواجد على شواطئ المنطقة، فاحنا نريد تكون هناك كهرباء مستمرة. إلى كل المدراء وأيضا إلى مدير الكهرباء، حقيقة تحتاج المنطقة إلى خدمات، وأيضا هذه رسالة إلى السيد قائد عمليات صلاح الدين وإلى قائد الشرطة صلاح الدين، أن تكون هناك تعزيز ل القوات في مناطق الزوية والمسحق. راح نروح وياكم
ضمن سلسلة اللقاءات راح نشوف أيضا منطقة المسحق، يعني صير الزوية والمسحق ضمن حلقة برنامج بين الناس أنا وزميلي محمد خطاب. فإلى هناك. أعزائي المشاهدين، الحقيقة بعد أن شفنا هذه اللقاءات وصلنا الآن إلى منطقة المسحق اللي هي بجانب الزوية. بعد أن شفتوا هذه المشاهد، هذه المناطق السياحية الجميلة، والله أنا دائما أقولها يعني الضاهي كثير من مناطقنا بالشمال وحتى في لبنان، يعني هذه المناطق فقط تحتاج إلى تعزيز أمني وأمان حتى الناس تجي هنا وترتاح. الآن إحنا بالمسحق راح نشوف الناس وش تحتاج أيضا في منطقة المسحق. والله المسحق يعني يحتاجون تبليض هنا، تبليض شوارع، ويحتاجون شلون نقول مركز صحي، شلون أكل حزين، ويحتاجون قوات، يعني شلون نقول تعزيز قوات أمنية بالخارج غير المنقادي، وخدمات حزينة ما شاء الله الحمد لله. يعني أنا أريد أسألك، أنتم هنا أيضا هسه مثلا نشوف موادكم الغذائية الأمور الأخرى شلون، يعني من تجيبوها؟ والله أكثر مسواقنا من الشرقاط والموصل. نعم، يعني نروح على الموصل، أنا أروح على الموصل يومية، أمن الطريق كله آمن، بس من أجي على الزوية، من عبر الزوية والمسحق مرات أبات بالزوية ما استجري. ليش؟ أكو دواعش متواجدين بين الزوية والمسحق. هذا شو وقت يعني الدولة، هل الدولة ما تقدر عليهم؟ يعني شو وقت دائما ينشطون يعني؟ بالليل. يعني عبوا طقف، ضربوا مثل السيارات، متواجدين يجوا يشوفونهم. ماكو حل يعني. ناشدنا حقيقة القوات الأمنية سيد القائد. نعم نعم نعم، مثل الناشد القائد، الناشد المحافظ، الناشد سيد قائد عمليات أيضا الناشدة. طيبة يعني. يعني البارحة تعرض بطريق النمل بين الزوية والنمل على جماعة من المسحق، يعني الله ستر. وما Thank you.
يعني اليوم احنا حقيقه فرحانين بوجودنا يعني بهذه المنطقه وبين اهلنا واحبابنا. يعني حقيقه منطقه المسحقاني ذكرت مع ابو محمد بال 2008 كانت زياره لنا، واليوم بهاي بدايه 2020 نزورها ان شاء الله. نجيكم دائما بالافراح والموده. يعني فقط باختصار، كيف هي المسحق الان ومناطق الزويه وماذا تحكي؟ اهلا وسهلا بكم بقناه صلاح الدين، وباسم اهل المسحق واهالي قريه الزويه نرحب بكم وانتم تتجولون في ربوع هذه القريه. القريه حقيقه بعد داعش مرت بمآسي كبيره جدا، اضافه الى قبل ذلك كان فيضان عام 2013 غرقت بالكامل، فهذه اثرت على القريه وخدماتها وعلى نشاتها وعلى تصميمها وتنظيمها، لكن بهمه اهلها وابنائها وشبابها والمتقدمين في المواقع في من اهل القريه عادت من جديد، والحمد لله حاليا هي القريه متكامله من ناحيه المدارس، من ناحيه مشروع الماء، من ناحيه الكهرباء. هي تمر كل المناطق تمر بازمه الكهرباء، فقط بحاجه الى اعاده صيانه الشوارع، اعاده تزويد القريه بملاكات لغرض التدريس. لا اخفي عليك القرية تكاتفت فيما بينها معدل سنويا القرية تجمع لغرض صيانة خدماتها أكثر من 200 مليون دينار. أهل القرية يتبرعون على أهل الرواتب، هذه ضمن جدول وضمن لجنة وضمن محددة بمشاريع، يعني حتى موظفي الكهرباء وموظفي المشروع الماء هذه كلهم المحاضرين كلهم لهم رواتب من أهل القرية. هذا التكاتف وهذا التلاحم بين أبناء القرية هو الذي أعاد إلى القرية وجودها وأعاد إلها تنظيم، والحمد لله نحن نعتبر نفسنا أفضل قرى العراق من ناحية الخدمات، ليس بفضل الدولة وانما بفضل ابناء القريه وتعاونهم. جمال القريه انت طبعا احنا ذكرناها، يعني حتى في مناطق الشمال ماكو شيء. نعم هي ما مستغله سياحيا، تعتبر يعني كردستان صلاح الدين احنا نعتبرها. ففي يوم من الايام زارنا احد ابناء كردستان السليمانيه اللي هو كان قائد الفرقه، قال انتم يجب ان تكونوا جزء من كردستان، يعني يقول انتم اشوف بكم طابع سليمانيه يعني من ناحيه الجغرافيا. فالحمد لله اهل القريه متحابين فيما بينهم، متعاونين، لا توجد عندنا مشاكل وان كانت فهي بسيطه جدا. واهلا وسهلا بكم، لكي لا نطيل معكم الحديث شرفتونا. شيخ يعني حقيقه باختصار يعني نورنا الشيخ، لكن اكو يعني نقاط يعني تحتاجها او امور تحتاجها القريه، فكيف تنطينا باختصار احتياج رئيسي للقريه؟ كان يكون المستوصف بالدرجه الاولى، كان تكون مدارس معززه اخرى، فشلون تنطينا صوره لهذا؟ حياكم الله وحيا الله كاد القناه صلاح الدين، وحيا الله البرنامج المتميز برنامج بين الناس الذي يعكس معاناه الناس في عموم مناطق محافظه صلاح الدين. دل على شيء انما يدل على الاعلام الهادف، الاعلام الذي يحاول ان يعالج المشاكل في عموم المحافظة. المنطقة بشكل عام المقلقها قبل الخدمات الوضع الأمني بصراحة، فتحتاج وقفة من قيادة العمليات، تحتاج وقفة من قيادة الشرطة إلى معالجة الخروقات الأمنية. يعني بدأت الخروقات الأمنية تؤشر بشكل واضح، صارت أكثر من 4-5 حالات عبوات ناسفة أدت إلى مقتل عدد من أبناء القرية ونساء القرية، وأدت إلى جرح 3 أو 4 من أبناء القرية. هذا فيما يخص الوضع الأمني. فيما يخص الوضع الخدمي، الوضع الخدمي حقيقة الدولة في كل جوانبها يعني هناك تقصير واضح، كما أسلف أستاذ عبيد القرية معتمدة على نفسها تجمع مبالغ لغرض صيانة المشروع، مشروع الماء، لغرض صيانة الطرق، لغرض صيانة المدارس، لغرض صيانة باقي الخدمات الأخرى. فتحتاج بشكل عام إلى المستوصف لا يسع، حجمه صغير جدا، لا يتناسب مع حجم القرية. حجم القرية اليوم تناهز الألف بيت، إضافة إلى أن القرية كانت مدمرة بسبب أحداث داعش، يعني أكثر من 5,000-6,000 نسمة. بالضبط بالضبط بالضبط، أكثر من تقريبا ما يقارب 7,000 نسمة. فتحتاج إلى وقفة جادة. يعني هي اسمها قرية بس هي الحقيقة حجمها لا يتناسب مع اسمها،
وكما تشاهدون المنطقة الحمد لله يعني باعتماد على نفسها بدأت تعيد قسم من الخدمات، ولكن يعني الخدمات حقيقة جاي تثقل كاهل المواطنين أصحاب الرواتب وأصحاب الدخل المحدود. يعني الراد وقفة جادة من حكومة صلاح الدين من الموفقين لكم، وإن شاء الله الرسالة توصل بكل أمان لكل الأخوة إن شاء الله. إن شاء الله برنامج هادف وبرنامج عالج كثير من القضايا، وإحنا نشد على أيديكم ونشجعكم كل ما أوتينا من قوة نفتخر بها الحقيقة. شكرا جزيلا، بارك الله بكم. والله بالحقيقة يعني الأمن رخو بهذه المنطقة، يعني احنا نشوف بشكل يومي عصابات داعش في أثناء المساء يتنقلون في جبل مكحول هذا اللي تشوفوه أمامكم يعني على الضفة الأخرى، أي فيتنقلون احنا نشوفهم بالليل، نشوف اللايتات مالهم ونشوف حركتهم، اكو قوة أمنية لكن قليلة يعني تواجدها قليل، يعني بحيث ماكو مسك حقيقي للأرض، بحيث أنت تجي على مراكز شرطة في منطقة تعتبر يعني الشريان الرئيسي الرابط بين سوريا وبين جبال حمرين، خط النقل والإمداد هو في المناطق قرى مكحول اللي هي قرى الفتحة وقرية المسحاق قرية الزوية قرية النميل، هذه يحتاج لها تواجد يعني بكثافة لقوات الأمن، أيضا يحتاج لها رصد وكاميرات حرارية. يعني لا أخفيك أنه قبل كانت طائرات التحالف أيام يعني العمل المكثف مع الحكومة العراقية تطلع يعني بشكل يومي الطائرات تشوف المسيرة وتصور وكذا، وحصلت يعني عدة نقاط إيجابية. حقيقة إن شاء الله محمد أتمنى لكم موفقين وهذه رسالتك توصل إن شاء الله، وأيضا إحنا نوجه رسالة إلى كل المعنيين الأجهزة الأمنية لحتى تكون هناك المناطق أفضل بالنسبة للمسحب ومناطق الزوية. أبو محمد إن شاء الله نتمنى لك الموفقين، وإحنا أيضا أخذنا من وقتكم حتى نشوف بقية المنهاج للأخوان المعانا. آخر شيء إيش تطلب من عندنا قبل أن ننهي هذا اللقاء؟ والله نطلب إيصال معاناة هذه المنطقة بشكل عام، ليس هذه القرية فقط، كل المنطقة بشكل عام، يعني من ناحية الوضع الأمني طبعا الوضع الاقتصادي البلد كله يعاني من هاي المشكلة، مشكلة العوز ومشكلة الفاقة ومشكلة الوضع الاقتصادي، يعني نشوف الناس كلها جاي تمر بيها مو بس احنا، فاحنا مثل ما يقول حالنا حال العراقيين بهذا الجانب، لكن الجانب الأمني رخو جدا يحتاج إلى تعزيز من قبل الحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين، مناشدة إلى السيد قائد شرطة صلاح الدين أنه يعزز ملاك مراكز الشرطة في هذه المناطق، أيضا فتح نقاط مرابات على الطريق الرابط بين القرى، هذه المناطق تمثل شريان سواء نقطة الإيصال في منطقة الفتحة وفي منطقة الزوية وفي منطقة الشرقاط، هذه رابطة بين صلاح الدين وبين كركوك، هذا الشريان لا يمكن أنه
الدولة يعني تسمح أنه يصير به يعني خروقات أمنية ويصير به قطع، لأنه راح يأثر على الحياة بشكل عام اقتصادية وسياسية واجتماعية. إن شاء الله الرسالة توصل بكل أمان وموفقية لك أبو محمد مرة أخرى. بارك الله بيك أستاذ وليد، ونرحب أيضا بقناة صلاح الدين الفضائية بين أهلهم وناسهم. الوضع هنا يمكن بالمنطقة شلون المسحب وضعهم؟ حيا الله أستاذ، أهلا بيك وبقناة صلاح الدين بعد غيبة طويلة. الحقيقة الوضع بالمنطقة يعني باستثناء الوضع الأمني هو اللي يعني مؤثر علينا بشكل عام. بس احنا تكلمنا كثير عن الوضع الأمني، احكي لي عن المنطقة بصورة عامة، يعني المدارس، المستوصفات، الأمور الخدمية الأخرى، الكهرباء، شلون وضعها بالمسحة؟ المنطقة بصورة عامة يعني الخدمات مالتها كلها يعني حالنا حال بقية العراقيين، يعني يعني نعم هي كل العراق كلها متعوبة. من ناحية المدارس يعني احنا بجهد ذاتي من المنطقة مجلس خدمات المنطقة احنا جاي نجمع ونكمل الكوادر التدريسية. من ناحية الكهرباء همين احنا جاي نجمع، عندنا جمعيات خاصة ومتابعة، احنا جاي متكفلين بكهربائنا والخلل اللي يصير بها. الشارع همين عندنا لجنة له وتصليح الشارع وترميمه، لان تعرف انت منطقة جبلية ومن شدة الامطار يعني الاودية كلها تذكرت احنا في يوم من الايام صورنا الفيضانات هنا، يعني ان شاء الله انتم مستعدين لهذه الامور يعني. والله هو احنا شو استعدادنا يعني، هي امكانيه الله سبحانه وتعالى ان شاء الله ما تشوف قله امكانيه الحكومه، والا احنا السنه اللي مضت شهرا احنا مهددين بشكل نهائي يعني حتى نوم ما نقدر ننام من تهديد الشط، يعني بينه وبين 10 سنتيمات انه تغرق قريه كلها او نبقى. بس هي اجواء حلوه يعني حقيقه، يعني احنا هو استاذ محمد لو تصور لي شوف يعني هاي الاجواء هنا، شوف الاطفال، يعني مناطقكم حلوه جميله، بس شنو نعم تحتاج نعم الى نعم. انا ذكرت باكثر من يعني مناسبه قلت انه هاي المناطق تحتاج الى تعزيز وترتيب حتى تكون اجمل من كثير من مناطق سياحيه، يعني وجود النهر، وجود الجبل، طرقها يعني هي مرممه سبحان الله، يعني هي تصميمها بشكل حلو، والناس اللي قاموا على تبليط الطرق بلطوها بترتيب يليق بيها، يعني ما خربوا وجه الطبيعة بيها، فبقت يعني توحي الشيء للنسبة للأمورها جديد. احنا ان شاء الله يعني رسائلكم توصل عبر هذه الشاشة، واليوم احنا حقيقة فرحانين بمنطقة المسحق وبين اهلها واحبابها، وان شاء الله فرحانين بتواجدكم معانا والله يحييكم. شلونك عبد الله؟ زين زين الحمد لله، انت شلونك؟ الله يحفظك. شلونك هنا؟ شلونكم بالمنطقة؟ مرتاحين؟ ايه. انتوا بعد ما قعدتوا بالمدرسة؟ بلا قعدنا بس اول عافية عافية عافية. امتحنتوا؟ ايه عافية. ان شاء الله ناجح؟ ايه عافية. انت شو اسمك حبيبي؟ اكرم. يا اهل الله حيو. انت شو اسمك حبيبي؟ ياسر. يا حيو. انت شو اسمك حبيبي؟ عبد الله. يا هلا ابو نجم. أعزائي المشاهدين، بعد هذه الجولة اللي شفتوها في منطقة الزوية والمسحق، الحقيقة وشفنا يعني الناس حقيقة مرتاحة من موضوع الماء، يسرنا أن نلتقي بالأستاذ محمد محمود مدير ماء صلاح الدين. حياك الله أستاذ. أهلا وسهلا أستاذ وليد، حياك الله. يا مرحبا أستاذ محمد. الحقيقة كانت أكو زيارة إلى يعني الزوية والمسحق، الحقيقة الناس ممتنة من موضوع الماء، ويعني فقط عندها مشكلة القضايا الأمنية، ذاك لأهمية القطاع اللي نحن نعمل به وقطاع الماء. قطاع الماء لا يمكن أن يعني أينما توجد يوجد الماء توجد حياة، وأي مكان تقطع عنه الماء أكيد بالنهاية لا توجد فيه حياة. ثم ناحية الزوية منطقة من اهتمامات مديريتنا بإيصال خدمة الماء الصالح للشرب هي قرية المسحق، بالرغم أن المجمعات الموجودة غادي لا تكفي ولا يعني بالحاجة الموجودة والنسبة السكانية الموجودة، تم إدراج لها مجمعات على تنمية الأقاليم حسب توجيهات السيد المحافظ المحترم بضمن خطة 2019 إن شاء الله، يعني راح تنفذ بالأيام القريبة المقبلة، وسوف تجهز لهم مجمعات اثنين، مجمع بالمسحق 200 متر مكعب ومجمع للزوية 200 متر مكعب، بالإضافة إلى إدراج ضمن خطة مع منظمة إنسانية لغرض صيانة مجمعات الزوية المسحق عن قريب العاجل، حسب ما صار أكو اتفاق بينه وبين منظمات TDH والإكسبوم كذلك الصليب، وإن شاء الله يعني نحن قريبين على كل مواطنينا من خلال
إيصال خدمة الماء الصالح للشرب. أستاذ محمد، حقيقة دائما وبإشراف السيد المحافظ أكو هناك حقيقة مشاريع مستقبلية وهي من ضمن خطط يعني 19-18 الماضية، فما هي المشاريع إن شاء الله المستقبلية اللي احنا نتمنى إن شاء الله أن نكون سوية في سبيل نقلها على المشاهد ويشوفها إن شاء الله؟ والله المشروع الأكبر المستقبلي هو المشروع الممول من قبل منظمة جايكا اليابانية. نعم. هو مشروع 6000 متر مكعب لمدينة سامراء، إن شاء الله نتوقع يعني في الأيام هذه سوف يكون إعلان عنه، وإن شاء الله سوف تتم إحالة إلى شركات رصينة تعرف مشروع يعتبر المشروع الأكبر في محافظة صلاح الدين اللي هو 6000 متر مكعب، إذا يعني أشرعنا فيه وإن شاء الله يعني يعني في الأيام القريبة المقبلة إن شاء الله سوف يعلن عنه. كذلك توجد خطة كاملة متكاملة لحاجيات تشغيلية وكذلك لإقامة مجمعات مائية عفوا على خطة تنمية الأقاليم، وإن شاء الله يعني جارين على تنفيذها. مشروع الدور ومشروع بلد يعني أستاذ محمد، هذه من المشاريع أيضا المهمة، يعني وين وصل يعني الإنجاز بيها؟ بالنسبة لمجمعات بلد ومشروع الرواشد في بلد ومجمعات الدور، هذه المجمعات ممولة من عن طريق البنك الدولي. نعم. وعن طريق وزارتنا عن طريق دائرة المشاريع الممولة خارجيا وبإشراف كوادرنا تم إحالة هذه المشاريع وتم إنجازها 100%، وفي الأيام هذه القريبة المقبلة سوف نشهد يعني افتتاحها من قبل السيد المحافظ. هذه المشاريع يعني كانت مدمرة بالكامل ويعني قامت هذه الخطة بصيانتها وتأهيلها بشكل كامل لغرض إنتاج الماء الصالح للشرب وإيصال المواطنة في محافظة صلاح الدين. شو يا صاف؟ أنا بالصف الرابع. شلونك؟ احكي لي عن النتيجة مالتك. النتيجة مالتي والله بعد ما استلمتها. بس امتحاناتكم زين إن شاء الله؟ إن شاء الله. شو تفكر إن شاء الله شو تصير مستقبلا؟ والله مستقبلا إن شاء الله إن شاء الله صير مثل البابا. إن شاء الله إن شاء الله حبيبي، إن شاء الله الموفقية لك. أعزائي المشاهدين، الحقيقة شفنا مناطق الزوية والمسحق باختصار، طلباتهم كانت يعني متوجهة إلى الأجهزة الأمنية وإلى السيد قائد عمليات والسيد قائد الشرطة بتعزيز المناطق أو الخدمات الأمنية، وأيضا إن شاء الله من إدارة المحافظ من قبل السيد محافظ صلاح الدين وكل الأخوة أن يشوفون الخدمات المقدمة لهذه المناطق. إذن بين الناس مع زميلي محمد خطاب كانت لنا جولة في منطقة الزوية والمسحق، إلى فقرة أخرى، إلى اللقاء. أهلا بكم محبتي المشاهدين أينما تكون. الحقيقة عودتكم فضائية صلاح الدين وبرنامج بين الناس أن نكون دائما مع دوائرنا الخدمية والأمنية. الحقيقة اليوم أكو زيارة إلى دائرة الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في صلاح الدين، هذه الدائرة حقيقة الفتية اللي تقوم ليل ونهار في سبيل خدمة المواطن في أرجاء محافظة صلاح الدين. بداية راح نلتقي بالسيد العقيد هشام عبد الكريم مدير الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في صلاح الدين. حياك الله سيد العقيد. أهلا وسهلا بكم بإقالاتكم الكريمة، وحللتم أهلا ونزلتم سهلا في مديريتكم مديرية الأحوال المدنية والجوازات الإقامة في صلاح الدين. الحقيقة دائرة الأحوال المدنية والجوازات الإقامة في صلاح الدين تعمل ليلا ونهارا في سبيل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين من خلال مكاتب الجوازات ودوائر البطاقة الوطنية ومكاتب المعلومات وشؤون الجنسية ومديرية الإقامة. الحقيقة بالمديرية عندنا 3 مكاتب جوازات، هي مكتب جوازات صلاح الدين الأول اللي هو تكريت،
ومكتب جوازات صلاح الدين الثاني في قضاء بلد، ومكتب جوازات صلاح الدين رقم 3 في قضاء سامراء. هذه المكاتب تستقبل يوميا ما يقارب 800 إلى 1000 مواطن لإصدار جوازات السفر العراقية، بناء قسم للإقامة، وكذلك بناء مخازن لشؤون الجنسية من عام 1976 ولحد يومنا هذا تم وضعها في مخزن كبير، وتم يعني رصفها بطريقة فنية وأرشفت الأضابير بحيث أنه لا ضير في فقدان أي إضبارة لكونها جميعها مؤرشفة. سيادة العقيد، حتى نشوف العمل الدؤوب اللي شفناه الآن، نأخذ جولة سوية إن شاء الله. يلا تفضل. اي نعم، هذا كله يعني شمل كله تربيم جديد، شمل بالترتيب يعني. نعم كله. نعم نعم. حلو، نطلع على قسم الجوازات. خلونا ابدا ابدا يعني سيابيه عمل بالتعاون مع تدقق المعامله بعد ما تدقق استخبارات ويدقق ضابط التدقيق على التصوير مباشر، ما عنده مشكله بال احلى بشرى خير قلت لي اياها باستطاعه عقيد هشام والدائره نفس اليوم يستلم الجواب بنفس اليوم. احنا حاليا حاكمتنا الخدمه السريعه فقط، ولو ما الخدمه السريعه بنفس اليوم نستلم الجواز، بس حاليا بالوقت الحاضر ثاني يوم يستلم الجواز. والله نستقبل احنا المواطنين من جميع الاقطار بالمحافظه، ويتم استلام المعامله وارشفتها وارسالها لبغداد، يتم استلام الجواز ثاني يوم. لا اشوف اكو ارتياح للجوازات حيل يعني، هذا بعملكم الدؤوب. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. رائد احمد، يعني الان مثل ما تفضل السيد العقيد، اكو انسيابيه عمل واكو المعوقات اللي تواجهكم من ناحيه المواطن، حتى من خلال شاشتنا نحاول ان نعالجها، اكو معوقه يشوفها المواطن يعني ودي ينصدم بيها؟ والله المواطنين مرات يجي مستمسكات شوية قديمة، إيه نطالبهم المستمسكات التجديدة، والحمد لله أكثرهم يعني الدوائر شغالة بمحافظة صلاح الدين. الحمد لله زين. محمد قديم. نعم. تعرف الأمور. نعم نعم. ماكو معوق. تأخير على المعاملة يوم بيوم المعاملة. نكملها ونرفعها لبغداد. رائد أحمد، انطيته فد موضوع حقيقة، موضوع المستمسكات القديمة، احنا بما انه بالأحوال المدنية والجنسية والجوازات، اذا هو يعني هو تابع الصلاح الدين، قل له يابا انت جدد، بما انه يعني سيد العقيد ذكر ان شاء الله بالأيام القليلة القادمة ما راح تطول الموحدة، هسا اي جنسية قديمة راح يحول موحدة مو، فانتوا هاي لازم يعني حتى توعوا لي تحليل الروتين بصوره كامله بالضبط، ورفع اكيد مقليل الروتين الى حد كبير يعني. قاعة المراجعين هذا ما جاء يعني من فراغ سيد العقيد، يعني هذا جاء من تعاون تضافر جميع حتى المواطن، تضافر جميع الجهود اكيد يعني اكيد يعني المنتسبين في داخل الدائرة والمواطن ضباط ومراتب وموظفين في هذه الدائرة، تضافر جميع الجهود في سبيل تقديم اعلى مستوى الخدمة في هذه الدائرة. هذا كله بفضل السيد المدير وتعاونه ايضا تعاونكم. وهاي يعني أخ محمد، شوف إحنا أهم نقطة، من يجي آمر جديد وموفر للمنتسب كل ما يتمناه، يقدر المنتسب يحقق ما يريده ويقدم خدمة للمواطن، هذه أهم شيء. وتعامله ويانا أب وأخ. ننتقل للمرحلة الأخيرة وهو تسليم الجواز. عندنا متسلمين على التسليم، بصمة استلام ويتم تسليم الجواز المرحلة الأخيرة. سيد العقيد، حقيقة استذكرت في شيء يعني الآن الصورة أمامي، بال2000 تقريبا و15 أو 16 كانت لنا جولة في جوازات أربيل. نعم.
نفس العمل ونفس الطراز، لكن اكو اختلاف شيء واحد، اكو صعوبه باستلام الجواز. يعني ليش هذا الصعوبه؟ يعني بالبصمه، يعني اكو مواطن ما تظهر، يمكن شاف قبل كم يوم اكو صوب ما تظهر البصمه، الحين هي كمله المعامله. مشكله مرات بال بال البصمه الاوليه، البصمه الاوليه للمواطن، اخذ البصمه الاوليه يشوف صعوبه القراءه، يراد اخذ البصمه بطريقه فنيه بحيث انه تظهر البصمه في التسليم، يعني هذه دعوه، ثم يودع في شعبه الميرة. لدينا هذه دعوه لكل المواطنين، اخوان انتم تعملون جواز بسبب سفركم، علاجكم، سياحه، انت من جاي تحقق مبدا الجواز؟ احنا ده يقول السيد العقيق العقيد اقدر بنفس اليوم، زين طيب انت تخليه شهر وشهرين وثلاثه ليش؟ هاي الجوازات امامكم، يجي ملتحه الجواز من يكمل الجواز. فاني اتمنى يعني هاي جوازاتكم تجون تستلموها، وهذه من خلال الشاشه ايضا، وبارك الله بجهودكم، واحنا نشكركم ان شاء الله. والله أنا كمواطن يعني تدري عندي دوام، فتوقعت أنه أكثر، بس نفس اليوم الصك تدخل هنا بس تدقق وتحول يوم. إيه لازم عن طريق العاصمة العامة وموجودين يعني عن طريق الشركات، ماكو إشكال؟ لا ماكو إشكال، إحنا يمنا صينيين، شركة كهرباء صينيين، هسا قاعد نسوي لهم مقامات ومقادرة عن طريق الشركة. إذن يعني الأمور طيبة هنا، من طيبة. وإقامة الداخل والخارج ماكو إشكال، ماكو أي إشكال. هذه أيضا شعبة جديدة أنتم عندكم الإقامة؟ إيه هذا قسم جديد، يعني هذا جديد. البناية جديدة مقدم مروان، إن شاء الله الأمور طيبة. لا الأمور جيدة جدا، حاليا قسم تحول مكانه من الخارج للداخل، حاليا ظاهر شفت عندنا أعمال ترميم هسه على الأجانب. أنا ذكرت مع أخي سعد. نعم سعد، هذه المشكلة فقط، وذكرها عقيد هشام انه فقط من العاصمة بغداد تعتبر رسمية. حسب الأوامر الأخيرة صدرت من وزارة الداخلية، يكون دخول المقيمين للبلد الوافدين الأجانب والعرب عن طريق المنافذ، يعني خلال الحكومة المحلية، لأن الدخول من إقليم كردستان مخالف للتعليمات على حسب التعليمات الصادرة من وزارة الداخلية، لأن لازم يدخل بسمة دخول وختم دخول شرعي. فدخول الأجانب عن طريق الإقليم يكون محصور داخل الإقليم، فيستربون من عندهم عمالة الخارج الإقليم للمحافظات، المحافظات الجنوبية توصل للبصرة، يلزمون مخالفين عليهم غرامة أو سجن وتسفير لأن إقامته غير مشروعة داخل البلد. يعني إن شاء الله الأمور طيبة، الحمد لله، بارك الله. عقيد هشام، الإقامة أيضا خضعت للترتيب الحديث. أكيد أكيد أكيد، الإقامة كان مكانها السابق هو خارج المديرية، قدرنا أنه نجيبها يعني بعد إجراء ثورة الإعمار في المديرية، دخلناها إلى داخل مقر المديرية. الأخ هنا عربي، تعال تفضل. السلام عليكم، شلون الصحة؟ أنت سوداني؟ سوداني، من السفارة السودانية. السفارة السودانية، نعم. أنت في صلاح الدين؟ في صلاح الدين، نعم. شلون موضوع الإقامة، تجديد الإقامة، استقبال المواطنين، العفو المنتسبين بالنسبة لك، شلون تشوف؟ استقبالهم كويس جدا، المنتسبين هنا، بس عندنا إشكالات يعني منعاني بها من الإقامة، من الرئيسية ما من هنا. اللي هي شنو؟ اللي هي موقفين من الإقامة خلاص، أقل واحد فينا عنده 30 سنة بالعراق، يعني وقفوا من الإقامة خلاص. هذه مو من يم الدائرة، يعني مشكلة عامة. نعم عامة، نعم. يراجع لهناك القسم مديرية الإقامة في بغداد. انتوا عليكم تراجعون العامة. اكيد يعني هسه اكو تسهيلات، اكو تسهيلات حاليا، اكو تسهيلات للإجراءات. اللي ما متزوج يقول لك ما عنده مبرر ما نعطي إقامة، يعني وقفوها مننا خلاص. شون وضعكم؟ خير. معسكرات؟ أنا قبل قليل قلت للسيد العقيد، قلت له من زرنا المعسكرات معظم زرناهم هناك، من أسأل العائلة ما عندهم جناسي الجهال. شون وضعكم هناك؟ والله وضعنا مخربط، ما خش وضع ولا تعرف لكو شغلة ولا عملة ولا زين. هسه شون شفتي هنا المعاملة؟ شون المعاملة هذه؟ ناس يتفدلون على هاي مالت السكن. ايش قالوا عليك؟ والله يقول لي روح على علم نقيب علم. يعني انت شو تريدي تحولين بطاقة السكن؟ اي بطاقة السكن غرية المعسكرات الطنايع اغير. اي بطاقة السكن تمثل معلومات تكريت؟ كانت تكريت قادسية.
هسه وين راح تحولين؟ راح احولها الحين معسكرات على قريه الطنايا. معسكرات قريه الطنايا يعني هم تكريت هم دخل. اي هم دخل اي هنا داخل مكتب معلومات نفس المعلومات بس يحول هسه على مكتب المعلومات هسه كمل شيء على على عقيد علي. يلا هذا السيد الامر يقول لك وياه وديها على الاخ علي عقد علي حتى ننهي عقد ان شاء الله. يعني احنا بالنسبه ان هذا قبل ما موجود هذا الترتيب انا اتذكر لا لا مو موجود مو موجود هسه الان المواطن يجي عنده مظله وعنده مصطبات وعنده كل شيء جاهز كل شيء جاهز هاي يعني شمس مطر اكيد ما عندنا مشكله يجي هنا يراجع ما عندنا مشكله وحتى عندنا تبريد ان شاء الله صدد بعدك مال القاعه ننصبهم يعني في هذه تبريد وتدفئه نعم 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 كانت مكشوفة يعني حقيقة المطر الحر البرد يعني كل إيه إذن إن شاء الله الأمور طيبة سيد العقيد هذا أقدم مكان موجود في هذه هذا المخزن سويناه جديد يعني مخزن شؤون جنسية جمعنا به الأضابير من عام 1976 لحد يومنا هذا وسوينا منظومة أرشفة إن شاء الله بصدد أرشفة كافة وهذا اللي سألتك عليه نعم حتى نعم مستقبلا ما يخوف نعم نعم هذه كلها تتأرشف نعم واسطة الأمور المستحدثة والسيدية تنظيمها بموجب الإرشفات أي هذه كلها موجودة هنا مع كل المحافظة حقوق الناس هاي حقوق الناس حلو أقدم ضابط وأحسن ضابط موجود أتذكر أتذكر حلو يعني حتى إذا صورنا نقيبة الحميد الحسين محمد هذا المكان جدا مهم أنا ذكرت في كل دوائرنا المفروض مستقبلا ما موجود من حداثة هذا كله يتأرشف صحيح فأنت بالنسبة لك هسه هذا كله ترتيب يترتبون نعم احنا طبعا كانت فوق كانت كلها بغرف فوق وبدت الحملة يعني بأمر السيد المدير وبتوجيهات من عنده بدينا بفراغ الغرف الفوق فتحنا شعب جديدة فكل شعبة صار لها غرفة لها كادرها خاص ونزلنا الأضابير كلها بهذا المجمع اللي تشوفه أستاذ مجمع ضخم ضخم هذا يعني احنا نعتبره يعني بصمة وإنجاز هذا من 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 العام 1978 78 يعني إيه وبدت يعني هسه الأرشفة وصلت عندنا أستاذ لحد 2007 و2006 أرشفنا هذا يعني كنهائي أرشف اليوم أنا أجي اسمع عبد الحميد أحمد حسين ضيعت الشهادة مالتي ما عندي وين ما أروح ما عندي لا سيارة لا عندي قطعة أرض باسمي حتى مأرشفة هذا يصير إثبات لك إثبات أجي على أبو الحاسبة ألقيها أنا اسمي عبد الحميد أحمد حسين يدق اسمي يقول لي هذا رقم المحفظة ورقم الشهادة ومواليدك هذا العمل اللي صار عندنا وحفظنا يعني بعمل 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 دؤوب حفظنا حقوق الناس كلها هنا يعني المواطن إحنا نروح إيش قد ما نبتعد دائما يعني السيد المدير يقول إحنا إيش قد ما نبتعد تبقى الضبارة هي الضمان صح. نعم إحنا نأرشف وأرشفنا بديسكات وأرشفنا بعمليات هاي جديدة بالحاسبة وكاملة ولكن تبقى الضبارة حقوق الناس بس إحنا ضمن حق الناس مثل ما تفضل السيد المدير ضمننا حق الناس بالحاسبة وبالأرشفة طولت العمر لكم ان شاء الله واكيد انت مو اليوم والبارحه وان شاء الله الموفقيه انتم تخدمون الناس وهذه البوادر والبصمه موجوده وصلنا مثل ما تفضل الاخ عبد الحميد وصلنا الى عام 2007 ويعني في طور انه اكمال الارشفه لغايه يومنا هذا ان شاء الله انه اعداد هائله اكيد اكيد يعني توصل الى الاف اكيد أكيد أكيد يعني إيه يعني نتيجة للظروف لتأكلها للرطوبة هذا النقص ما يروح شيء منه ما يروح شيء أعزائي المشاهدين الحقيقة بعد هذه الجولة في هذه الدائرة المهمة جدا في محافظة صلاح الدين احنا حقيقة يعني هذه أمانة
نتمنى إن شاء الله من كل دوائرنا أن تسهل للمواطن. الآن المواطن أخوان في ضيق، يحتاج منا كل شيء، يحتاج من وسائل الإعلام، من الدوائر الأمنية، من الدوائر الخدمية، في سبيل أن نعبر إلى بر الأمان. وأكيد جدت بجهود جبارة، ليست من فراغ أخوان، جدت بجهود جبارة من قبل الآمر والمنتسبين وكل الأخوة المواطنين اللي يراجعون هذه الدائرة. يعني بنهاية هذا التقرير سيد العقيد، احنا ما عندنا غير انه نتمنى لكم الموفقية، وهذا عمل دؤوب الحقيقة. الله يحفظكم. وانا شفت الآن الأرشيف بعد أن كانت حقيقة دائرة مدمرة نهائيا. الحمد لله الحمد لله. بالختام نشكر قناتكم الكريمة على هذا إتاحة الفرصة لنا في إبراز دور مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في بكافة مفاصلها، ونتأمل منكم أنه ليس اللقاء الأول لكن ليس الأخير، وإحنا إن شاء الله أيضا نتمنى أن تكون الأمور أفضل بعد. إحنا هسه شقد شفنا أمور طيبة، إن شاء الله نيجي بعد أفضل إن شاء الله. نطمح للأفضل، نطمح للأفضل إن شاء الله. إن شاء الله الموفقية يا سيد العقيد. الله يحفظكم، الله يسلمكم، شكرا لكم ولقناتكم الكريمة. أعزائي المشاهدين، شاهدتوا ويانا حلقة حقيقة نتمناها أن تكون حلقة مميزة. شكر موصول لكل الأخوة الساعدون في نجاح هذه الحلقة. الحقيقة إن شاء الله هذه مناشدة لكل الخيرين وإلى إدارة المحافظة أن تراعي ذول الناس واللي شاهدتوهم من خلال برنامج بين الناس. مرة ثانية أرقامنا موجودة، نتلقى كل الاتصالات من خلال هذه الأرقام، وإن شاء الله زياراتنا لكل مناطقنا ليس في صلاح الدين إنما في كل محافظات العراق. بالنهاية شكر موصول لزميلي محمد خطاب، ألتقيكم في حلقة جديدة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شاريع لا كهرب بجبلة، مي ماكو، أبدا مو برايم، وهذا أنا هالغادي بتك بسمع عندي تروح الطبيب، وإحنا ما نحال يابا، ما حد يدعي بينا ولا حد فطانينا ولا كعنا خلقاني ولا عبالك إحنا عراقيين. الفضائي صلاح الدين مرسال بزيت واشتيلهم حال العدايم يحالي، مية جليب وقفرة دهن زيت وبس الله غفار يعلم بحالي، تشتي جنوبي من الحبل زاد مليت ولا الحطب شقق جدايد ذيالي، وبشي بعبرة وبالعبرة تهجيت. تعباني حبيبي وما عندي غير الله وهو الشباش وهاي اسمها اسمها قباك الثلاجة، ما عندي غير رحمة الله. ماكو احسن من الرحمة. اي والله عند رحمة الله، الله كريم.